قال: وعن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. نعم، هذا الحديث يأتي ضمن سياق هذه الأحاديث الواردة في أذكار الصباح والمساء، وأيضا هو مثل حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، إلا أن فيه كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وأولاد إسماعيل من أنفس العرب، وهم من خيار الناس، الله جل وعلا خلق خلقه وفاضل بينه، ولذلك ولد إسماعيل من أفضل أجناس البشر. وقال رقبة، حتى قال العلماء بأن الرقبة الواحدة من ولد إسماعيل تعدل 10 رقاب من غيرهم، تعدل 10 رقاب من غيرهم. هذا الحديث نفس الآثار السابقة في حديث أبي هريرة: تكتب له 10 كتب له 10، عفوا، حديث أبي هريرة فيه ذكر 100، هنا ذكر 10 حسنات، والحسنة 10 أمثالها كما ذكرنا، وهي القاعدة الشرعية، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح، حتى يصبح. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هذا الذكر أيضا يكون في أذكار الصباح كما أنه في أذكار المساء. العدل هو المثل، مثل ما ذكر المنذر رحمة الله عليه، العدل بكسر العين هو المثل أو ما عادل الشيء من جنسه. نعم.